الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا إخواني وأخواتي. موضوعنا اليوم موضوع هو من الأهمية بمكان، هو كل واحد منا لازم يهتم بالموضوع هذا، هو بر الوالدين. ياما ناس سمعت على بر الوالدين مرات ومرات، لكن شكون منا بالحق عاطي قيمة للخلق العظيم هذا؟ شوف معايا أي واحد ناجح في حياته إلا وتلقى وراه أمه، تلقى وراه أم راضي عليه، أم تدعيله، أم دايما واقفة معاه. قال الله، والآية بكلنا نحفظوها وبكلنا نعرفوها، ولكن شكون يوقف لها وقفة بالحق، وقفة تأني، وقفة يعني تأمل في الآية هذه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين سبب الرزق، الإحسان إلى الوالدين سبب البركة، الإحسان إلى الوالدين سبب التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين، الإحسان إليهما، الإحسان حتى لأصدقائهم، حتى لأصحابهم. كل واحد منا أول حاجة يسألها أمي، أنت راضي عليا؟ بابا، أنت راضي عليا؟ لو رضاوا عليك صح عليك، ضحكت لك الدنيا والدنيا الكل باش تكون معاك، ولو ما همش راضين عليك يا خيبة المسعى. قصة متاع واحد كل حاجة يعملها يرجع فيها الأم ويرجع فيها الرضا متاع الأم. أي حاجة يحب يبداها يتوكل على ربي فيها، ربي أولا ثم أمه. الشخص هذا ربي وفقه في البكالوريا، من بعد كيدخل الجامعة بدأ يلقى في صعوبات وبدأت تصعب عليه القراية وتصعب عليه الحياة، ولكن أمه كان ديما سند ليه، كان ديما تقول له يا ولدي ربي معاك وأنا معاك، تجم وتقدر وتواصل وينجح، ينجح وياخذ شهادة متاع الماجستير بتفوق. قال يكفي ما عادش نزيد نكمل، أمه مرة أخرى ترجع وتقول تقدر يا ولدي، واصل الدكتوراه، كمل. وربي وفقه مرة أخرى وخذا الدكتوراه وخذاها بتميز. في يوم التتويج متاعه خذاها في أمريكا كانت أمه موجودة، ودموع الفرح ودموع البهجة في عينيها وتقول له الشعار متاعها تقدر، تنجم، تستطيع. وقفت معه أمه. كل توفيق في الدنيا هذه وراه الأم. التمس رضا أمك، ربي سبحانه يسهل لك. وفي الأخير يا ربي ترضي علينا والدينا، يا ربي تحفظهم بحفظك وتقبضنا وهما راضين علينا، وتبارك لنا في أعمارهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله. إلى اللقاء. مصريا vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجد رجكك مدل رازاني. الله.